تعالوا كده النهاردة هنشوف مع بعض، عملنا مع بعض كمية كبيرة جدا من تجهيزات وتفريزات رمضان. عملنا كمية كبيرة من اللحمة العصاق بطعم حلو جدا ومميز قوي. يلا بينا نروح مع بعض نشوف الطريقة والمقادير وكل اللي انتوا شايفينه ده. كل الاكياس دي كلها من 2 كيلو لحمة بس بطعم روعة روعة روعة، وهتفيدك جدا جدا. اتمنى ادوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويلا بينا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ودايما كده مع جيجي متجمعين. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل تحضيرات مهمه جدا جدا من تحضيرات رمضان. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه بقى حلوه بقى هتدعوا لي عليها، كل الاسرار هقولها لكم النهارده. هنعمل مع بعض طريقه اللحمه العصاج، بس هنعملها بطعم وريحه روعه، للصواني بقى، تعمليها بقى للصواني البشاميل، تعمليها للصينية الرقاق، لصينية الجلاش، لحشوات السمبوسة. بصي بتمشي لكل حاجة وطعمها روعة وريحتها فظيعة بجد، مش هتبطلي تعمليها. تعالي بقى اقولك هنحط فيها ايه. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، كده اهو معايا 2 كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب اللحمة وبفرمها عندي في البيت، تمام؟ دي انا فرمها عندي على الوش بتاع المفرمة، الوش الخشن، عشان عايزه احس بطعم اللحمه، مش عايزاها تبقى كلها عجين، عايزه كده اللحمه تقرش كده معايا وانا باكلها وتبقى واضحه، ما تبقاش كلها داخله مع الخضار تبقى ملهاش طعم. لو انت ما عندكيش المطحنه او المكنه يعني اللي هي المفرمه، هتروحي للجزار تقولي له افرم لي اللحمه وش خشن، تمام؟ وش خشن. كمان معايا، بصوا انا اللحمه منقيه كده فيها حتت ملبسه شويه عشان برضو تديني طعم وريحه حلو. وكمان معايا هنا اهو، دي كده اهو 25 جرام بس من الليه، ماشي؟ بتديني طعم وريحه. انا ما فرمتهاش ليه؟ هقول لكم هنعمل فيها ايه، لان انا هحطها وانا بدبل البصل، مش هحطها مع اللحمه المفرومه، علشان تطلع لي بقى ريحه حلوه مع الخضار. هنشوف مع بعض كل حاجه وهقول لكم. دي هتتقطع صغير خالص، مش هفرمها، هقول لكم انا هقطعها ازاي. طيب معانا قد ايه بقى على الاتنين كيلو لحمه مفرومه دول؟ وبعدين انا قلت بقى ايه اعمل 2 كيلو بالمره علشان خاطر ايه يبقوا جاهزين بقى ونعملهم اكياس ونشوف كل حاجه مع بعض. بصي بقى يا ستي، هاخد ده 1.5 كيلو من البصل، هاخد شويه بقدونس يعني نص حزمه كده، معايا كمان فلفل الوان وفلفل اخضر رومي وفلفل حامي قرنين كده اهو، وهحتاج معايا جزرتين، وهحتاج معايا راس توم، تمام؟ دي لسه في توابل، طبعا التوابل لسه مش هقولها دلوقتي. المهم الحاجات دي كلها هسيبكم واروح اقشر البصل وانضف الـ اسمه ايه الفلفل، واقطع الخضره والحاجات اللي عايزه تتغسل هنغسل وهنظبط. انا قلت بس اقول لكم على المكونات، وبعد كده هاخدهم اضربهم في الكبه علشان ما اعملكوش ازعاج بصوت الكبه، تمام؟ وبعد كده اجي لكم بقى وانا ضاربه الحاجه في الكبه، اشوفكم بقى بعد كده. الناس اللي ما عندهاش كبه تقدر بالمبشره، المبشره تبشري بالمبشره، لو عندك المبشره اكيد كل بيت فيه مبشره، بالمبشره هتبشري البصل، وبالمبشره برده هتعملي الفلفل او تقطعيه صغير قوي وانت قاعده بسكينه كده صغيره، والثوم هندقه، والجزر برده تبشريه. كل الحاجات دي بتتبشر، يعني لو ما عندكيش الكبه ما فيش مشكله خالص. المهم هسيبكم بقى واروح انضف الليله دي كلها ونرجع مع بعض. تعالوا بقى كده اوريكم انا عملت ايه. بصوا بقى انا خلاص كده اهو ضربت البصل في الكبه، تقدري لو ما عندكيش كبه زي ما قلت بالمبشره، وكمان ضربت الثوم مع الراس الثوم كلها مع البصل، تمام؟ بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كمان قطعت البقدونس اهو صغير، وادي الجزرتين بشرتهم بالشكل ده. وكمان معايا بصوا بقى الوان الفلفل تحفه ازاي، شايفين؟ ضربته برده في الكب عشان عايزاه ناعم شويه، علشان هنزله على اللحمه المفرومه يدي طعم حلو قوي. هنشوف كل حاجه مع بعض. ده الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والفلفل الرومي والفلفل الحامي، زي ما انتم شايفين كده اهو الالوان تحفه. كمان معايا ادي قطعه صغيره جدا بتاعت اللي حطيتها في الحله كده اهو. الحته الصغيره دي هحط عليها، بصوا كده اهو معايا، هحط عليها نص كوبايه زيت، يعني يستحسن يكون زيت نظيف، زيت عباد نظيف، تمام؟
اللي هو زيت دوار الشمس. حطيت قد ايه؟ حطيت نص كوبايه بس من الزيت. انا مش هحط سمنه علشان هي هتنزل ماده دهنيه، علشان لما اجي احطها في الفريزر ما تبقاش مجلده كده معايا، طعم السمنه بيغير في الفريزر، انما الزيت بيفضل زي ما هو. وبعدين هم حبه صغيرين كده، لان انا مش هحمر الحاجه، انا هدبلها بس. عايزه اقول لك على حاجه كمان، بصي استعملي الجزر ده وهتدعي لي. وعايزه اقول لك كمان على حاجه، لو عايزه تدخلي كوسه مبشوره دخلي، هتدخلي قيمه غذائيه عاليه وهتدي طعم حلو وتست حلو، وكمان دخلتي مكونات كتير جدا جدا في اللحمه المفرومه بتاعتك. لو عايزه تحطي كوسه حطي كوسه مبشوره، انا مش متاح عندي دلوقتي، بس لو هي عندي الكوسه هبشر وهحط، تديكي طعم حلو، تديكي كمان كميه كبيره وكمان قيمه غذائيه عاليه. هنطلع بقى على البوتاجاز هنعمل ايه؟ هنسخن السمنه مع حته الليه دي. لو ما عندكيش حته ليه عادي ممكن تستغني عنها خالص، بس بجد بتفرق، بتدي طعم حلو قوي. هي هتسيح معايا مع الزيت، هتسيح. اول ما الاقيها بتسيح كده اهو، هننزل مع بعض بالبصل. تعالوا بقى نروح مع بعض على البوتاجاز عشان ما اخدش من وقتكم كتير. اهو بصوا بقى كده اهو، دلوقتي اهو بصوا بتسيح خالص معايا الليه ازاي، زي ما انتم شايفين كده خلاص ابتدت ان هي تسيح خالص، فعشان كده قطعتها صغير، مش لازم ان انا كنت افرمها. تمام، هنزل بقى دلوقتي بالبصل على طول اهو، هندبل البصل بس، هدبله. ده البصل عليه الثوم، تمام، البصل عليه الثوم، هدبل البصل مش هخليه ياخد لون ولا حاجه، هندبله وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا كده بعد ما البصله بتاعتي دبلت كده بالشكل ده، تمام، وما جابتش ميه خالص، دي اهم حاجه ما تجيبش معاكي ميه، هبتدي انزل بالجزر اهي. الجزر عايزاه يدبل برضو، هندبل الجزر وبعد كده نرجع مع بعض تاني، عايزاه يدبل خالص عشان هو بيبقى ناشف شويه، عايزه ادبله مع البصل والثوم ده، ندبله ونرجع مع بعض تاني. بصوا بقى كده انا دبلت خلاص الجزر، تمام، الجزر دبل مع البصل والثوم مفيش لون، تمام، بالشكل ده. طيب هننزل بقى دلوقتي بايه؟ هنزل معايا دلوقتي باللحمه المفرومه. طيب مش لسه في فلفل يا جيجي؟ الفلفل انا منعمه خالص، عايزاه ينزل زي الميه على اللحمه المفرومه، تمام. لو انت بقى مقطعه الفلفل حتت صغيره هتحطيه في المرحله دي قبل اللحمه المفرومه يدبل برده معاهم، تمام. فانا بس بفهمكم ان الحته دي دلوقتي انا هنزل باللحمه المفرومه، ولما انزل بيها هوريكم هنعمل ايه. بصوا كده اهو انا نزلت باللحمه المفرومه، تمام، وعماله اقلب فيها لحد لما اللون البينك ده يتغير، تمام، شويه كده عشان يعني ايه تمتص السوائل بتاعه اللحمه. هنفضل نقلبها كده اهو، وبعد كده لما تتشوح شويه في البصل والحاجات الحلوه دي هنرجع مع بعض علشان نحط مع بعض الفلفل بتاعنا. استنوني. بصوا بقى كده اللحمه خلاص كده اهو غيرت اللون بتاعها، تمام، اهي لسه برده ما استوتش. هننزل بقى دلوقتي بالفلفل التحفه ده الالوان. بصوا انا مخليه مهروس قوي ازاي بالشكل ده، تمام، ده فلفل احمر مش طماطم. وبعدين هنقلب بقى تقليبه حلوه وما تغطيش على اللحمه المفرومه. ليه بقى؟ لو غطينا على اللحمه المفرومه هتنزل ميه وهتبقى كلها ميه معاكي وتبقى عامله زي العجين. لازم كل البخار وكل السوائل اللي بتبقى في الخضار اللي احنا بننزلها دي تتبخر خالص. لسه كمان ما حطيناش التوابل، استنوا، التوابل مميزه جدا جدا. هقلب بقى كل ده تقليبه حلوه قوي قوي واسيبه بقى يتطعم كده، والريحه طالعه عليا هايله. اتمنى تدوا لايك الفيديو واشوفكم بعد بقى كده اللحمه ما تستوي معايا، لان اخر حاجه هضيفها هي التوابل، تمام. هنقلب بقى ونسيب الميه بتاعت الخضار تتبخر كويس جدا ونرجع مع بعض تاني. استنوا. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا المميزه اللي هنحطها على اللحمه المفرومه. اول حاجه البقدونس اهو، احنا خليناه اخر حاجه خالص هحطه، لان انا مش عايزاه يقعد على النار علشان ما يفقدش الطعم بتاعه والريحه بتاعته. هحطه مع التوابل اللي هو اخر حاجه واقلب تقليبه واقفل على طول، تمام. التوابل بقى معانا عباره عن ايه؟ بصوا بقى كده معايا معلقه كزبره ناشفه، معايا معلقه فلفل اسود مجروش، معايا معلقه صغيره من الجنزبيل، معايا معلقه صغيره مليانه من الخل
البتنجان، ولو ما لقيتهوش مفيش مشكله خالص، لو لقيتيه يبقى تمام قوي. بس ما تجيبهوش خشب علشان هيكسر لك المطحنه، جيبيه خلنجان مطحون لانه بيبقى ناشف جدا جدا عامل زي الخشب، ما تعرفيش تطحنيه، جيب المطحون. ومعايا دي معلقه صغيره من الحبهان على ورق الروري المطحونين، والورق الروري اكتر من الحبهان طبعا، الحبهان يعني دول فصين ثلاثه مش اكتر، والباقي ده ورق روري برده مطحونين. معايا هنا كمان معلقه بهارات لحمه عليها ربع معلقه من القرفه، تمام. دي المكونات بتاعتنا، وطبعا الملح. الملح بقى انت ده زي ما تحبي تحطيه. هنروح نحط دول على اللحمه المفرومه واشوفكم تاني. دلوقتي بقى انا حطيت على اللحمه المفرومه التوابل وحطيت البقدونس والملح بتاعي، هقلبهم تقليبه واحده بس وهسيبها تبرد خالص، وبعد كده نعبيها في الاكياس بتاعتنا. اوعي تعبيها وهي سخنه، تمام. يبقى انا هقلب بس التقليبه وبعد كده نسيبها لحد ما تبرد ونرجع مع بعض تاني. استنوني. ايه دي اللحمه العصاج اللي احنا عملناها مع بعض النهارده اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا استنيت لما بردت خالص وعبيتها في الاكياس، تمام، اكياس كده عاديه، اكياس ثلاجه. مسكت كل كيس بططته كده هو عشان ما ياخدش معايا، بصي ما ياخدش معاكي مساحه في الفريزر، وكمان يفك معاكي بسرعه اول ما تطلعيه بالشكل ده كده اهو، تمام. ما تخافيش مش هينزل ميه ولا حاجه، مش لازم تربطيه، او ممكن حته مثلا ايه لزق كده اهو، اللي هو اللزق السلوتيب، حته كده بسيطه برده تلزقيه من الطرف كده، مش هيجرى له اي حاجه. المهم ان هو ايه لما يتبطط كده مش هياخد معاكي مساحه في التلاجه. كمان جبت ستيكر كتبت عليه لحمه عصاج، عشان كمان لو عملت عصاج فراخ وشلته في الفريزر ابقى عارفه شكل عصاج اللحمه من عصاج الفراخ. ودي كده الكميه اللي احنا عملناها من 2 كيلو لحمه مفرومه ما شاء الله كده اهو. زي ما انتم شايفين عملنا كام كيس، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني كل كيس بمقام ربع كيلو لحمه مفرومه متعصجه. بصوا ما شاء الله الربع كيلو قد ايه اهو. طبعا انا لو احتجت نص هاخد كيسين، ولو عندك ميزان طبعا هيبقى كل واحد كده الكيس كل واحد على قد بعضه، مش ما عندكيش عادي كده بايدك كده. طيب عشان كمان ما ياخدوش معاكي مكان في الفريزر، بصوا كده اهو هشيلهم ازاي. بصوا بقى انا بشيلهم في الفريزر ازاي. عندي باسكت من ده، تمام. لو عندك، ما عندكيش يبقى اي حاجه، مش لازم يكون مفتح، ممكن يبقى طبق كده مقفول، تمام. هبتدي بقى ان انا ارص العصاب بتاعي بالشكل ده عشان احطه في الفريزر وما ياخدش معايا مكان ولا ياخد معايا مساحه اهو بالشكل ده. احطهم كده اهو كلهم بالشكل ده فوق بعض اهو، وهندخلهم على الفريزر. كل ما نعوز كيس هنطلعه، ما تخافيش مش هيلزقوا في بعض ولا اي حاجة. اتمنى بقى لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. باي باي في فيديو جديد.